السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالمنا المتنوع. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد اللطة ديال الحوت ديال السردين، كتجي بنينة وبمذاق هائل وبمقادير جد بسيطة. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. نخليكم دابا مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو لهذا الحوت ديالنا، عندنا هنايا كيلو ديال السردين غسلناه مزيان ونقيناه من القشور وداك السنسور ديالو، درناه كيقطر بشي شبيكه حتى قطر مزيان. عندنا هنايا واحد مطيشه كبيره مقطعه دوائر، عندي هنايا بصله حتى هي مقطعه دوائر تكون كبيره، عندي جوج فلفلات حارين اللي كيبغي الحرور، عندي العواد ديال الكرافس ضروري هادو ما تنساوهمش، عندي هنايا قزبور ومعدنوس، القزبور كيكون اكثر من المعدنوس. وبالنسبه للتوابل عندي السودانيه، اللي ما بغاش يدير السودانيه ممكن يعوضو بالابزار، عندي الكمون تقريبا معلقه كبيره، حتى السودانيه عندي نص معلقه على حسب الحرور، الملح على حسب الذوق، عندي بطبيعه الحال الخل او الحامض اللي ما عندوش الخل ديال الحامض، كنفضل الحامض غير انا ما موجودش عندي حاليا وعودته بالخل. عندي زيت العود. نبداو بالطريقه على بركه الله. كناخذوا السردين ديالنا كنضيفوا ليه الملحه، الكميه ديال الملحه كتبقى حسب الذوق. عندي هنايا السودانيه تقريبا شي نص معلقه، عندي هنا الكمون معلقه كبيره، ممكن تضيفوا حتى صلصه الصوجا اللي كاينه عنده، حتى هي كتعطي واحد اللذه وواحد المذاق زوين. عندي هنايا قزبر ومعدنوس. هذا السمك ديال السردين بهذه الطريقه ما كنديرولوش الثومه وكيجي لذيذ، ما نعاودش لكم المذاق ديالو كي كيجي، ان شاء الله تتجربوه وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. عندي هنايا زيت العود تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال زيت العود، حتى هي كتعطي واحد اللذه واحد المذاق، كيجي هذا الحوت زوين وفيه دغيا كيوجد بالنسبه للعيالات اللي خدامات كيجيو عيانين من الخدمه يقدروا يوجدوه بسرعه وفيه دغيا كيطيب وصحي ولذيذ، وحتى الاطفال كيعجبهم بالطريقه اللي ما كيبغيوش ياكلوا السردين. وهنايا الخل كنتهلا في الخل باش يجي محمض، حيت الحوت طبيعه الحال كيبغي الحموضه مزيان، واللي ما عندوش الخل يدير الحامض تقريبا واحد الحامضه كبيره يعصرها. ودابا كنخلطوا هاد المكونات مزيان، كندخلو في هاد الحوت هادو هاد التوابل غير بشويه علينا بهذا الشكل، حتى كنديروا ليه كنشرملوه مزيان بعد التوابل اللي درنا، كيجي رائع ولذيذ هكا الناس على هذا الشكل. هذا كنشرملوه. من بعد ما درنا له التوابل ديالو شرملناه، كنديرو هكايا وحده فوق وحده على هذا الشكل، هذا على هاد الشكل بحال هكا، حتى كنساليو الحوت اللي عندنا، وكتبقى الكميه ديال الحوت على حسب عدد الاشخاص. ما نعاود لكمش واحد الريحه رائعه طالعه من هاد التوابل هادو، ريحه زيت العود وريحه داك الربيع. صافي حتى كنساليو الكميه اللي عندنا ونتلاقاو باش نشوفو كيفاش نديرو ليه في الطاوله اللي كتدخل الفرن. كناخذوا اناء اللي كيدخل الفرن، انا هنا خديت ديال الزاج، اي اناء عندكم كتستعملوه الفران تستعملوه. كناخذوا هذه البصله اللي قطعنا شرائح كنديروها من التحت على هذا الشكل، هذا كنستفوها في الطاوله ديالنا هكايا هكا، ممكن تحلو هادو باش يجيكم رقاق على هكايا على هذا الشكل، كيجي رائع هذا الحوت، كنتمنى ان شاء الله تجربوه
بهذه الطريقه اللي درت ويعجبكم صافي. كناخذوا هذه المطيشه حتى هي كنحطوها كنفرشوها على الحوت على هذا الشكل هذا. كناخذوا دابا الحوت ديالنا اللي شرمنا نحيدو هادو، كنشدو الحوت ديالنا اللي شرمنا. هنايا نسيت نديرو شويه ديال الملح على هادو، شويه الكمون باش حتى هما تجي فيهم التتبيله ما يجيوش باسلين. صافي كنشدو الحوت ديالنا كنستفو الطاوة ديالنا على هذا الشكل هذا. تا كنساليو الكمية اللي عندنا، ممكن حتى إلا كان عندكم الشرن حتى هو كيجي زوين. ها هو الحوت ديالنا من بعد ما استفناه في اللاطة ديالنا، كنضيفو له هاد العويدات ديال الكرافس، كنديروهم هكايا. كنديرو هاد ورق سيدنا موسى او ورق الرند حتى هو على هاد الشكل. كنديرو وحده هنايا في الوسط، وكناخدو هاد الفلفلات حتى هما اللي عندها الحامض مصير ضيفو الزيتون، كيبقى تزيين اختياري حسب اي واحد وشنو بغات تضيف ليه. وكنديرو هنايا زيت العود واحد المعلقة كبيرة، وكنضيفو هاد لاصوص فاش شرمنا الحوت ضروري كتضيفوها هكايا باش يزيد هاد الحوت يتحمض في هاد لاصوص هذا. صافي دابا كندخلوها في هاد الاثناء كيكون الفران ديالكم شاعل لتحت. بالنسبه اللي عندها الفران ديال الضو دخلوا على 180 درجه وبالصحه والراحه، تنتلاقاو ان شاء الله مع الطبق النهائي فاش يطيب. ها هو ده الطبق ديالنا من بعد ما طاب وخرجناه من الفران، كيجي على هذا الشكل. كنقوموا بالاضافه ديال واحد شويه الزيتون كنضيفوه ليه، ممكن اللي بغى يضيف الزيتون من الاول يطيب معاه يديرو، كيجي لذيذ واحد المذاق رائع. وهذا البصل اللي درنا له مطيشه كيجيو معسلين، اللي بغى فيه البلول يخليه ما يخليهش يشرب الماء بحال هكا. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الطبق ديال الحوت في الفرن وينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموا القناه ديالي وديروا لها جيم وتابوناو فيها وتبارطاجيوها مع الحباب والصحاب. ان شاء الله الى فيديو لاحق.